فعليا اكثر عصير استهلكه الشعب الايراني واكثر عصير راح تشوفه بكل شوارع ايران هو البلنجو باللهجه العراقيه، من كثر ما يعشقون هذا النوع من العصاير عندهم اكثر من نوع وكل عصير يختلف عن الثاني، مثلا عندهم هذا الاصفر اللي تكون حباته صغيره والاعتيادي والازرق والاحمر، اغلب الاماكن اللي راح تمرون عليها راح تشوفوه، بالتالي حاولوا تجربوه، سعره اقل من 750 عراقي. اما الداتلي عندهم يكون بهذا الشكل وما بيختلف عن الداتلي العراقي ما عدا نسبه الحلاء تكون اقل وسعره 10 تومان. طيب مشهد بعشرة دومان يعني ربع دينار أكل وتهنى والحلاوة ربع ثمنه هذا الرمان يصير الرمان لا طيب عمي بنا جاب الميدان 2 بربع بلنجو هذا وهذا خوبه وهذا خوبه بصفات اه خوبه